اختتمت أعمال القافلة الطبية بقرية الحمروين التابعة لإدارة القصور الصحية بالبحر الأحمر والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة. قامت القافلة خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 112 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث ضمت القوافل عيادات الجراحة والباطنة والأطفال والأسنان، بالإضافة إلى صيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية. قافلة بتقدم خدمات للمواطنين كلها مجانية، من مثلا عندنا في عيادة النساء الكشف والتحاليل والفحوصات زي السونار وخلافه كلها مجانية، وحتى بنكتب العلاج على تذاكر خاصة بالقافلة بتصرف مجانا من الصيدلية الملحقة بالقافلة. وإذا احتاجت المريضة لإجراءات ذات خصوصية عالية بنديها نموذج تحويل معين لأقرب مستشفى إحالة، بتروح هناك برضو بيقدموا لها الخدمة مجانية طبقا للبروتوكول المتفق عليه بين إدارة القوافل ومستشفيات وزارة الصحة. حريصين جدا على تقديم أعلى مستوى من الخدمة مبني على أسس علمية صحيحة وتقدير كامل للمواطنين واحترام في التعامل، ولذلك الحمد لله يعني حظينا بثقة الناس وإقبالهم وبيتزايد كل مرة بعد أخرى. هنا معمل الكيمياء بنقدم خدمات متنوعة للجمهور، بنقدم خدمة كشف المبكر على الأنيميا والسكر وحالات كل المترددين حسب التخصصات المبعوثة من الدكاترة. احنا عندنا وظائف كلى، وظائف كبد، والدهون الثلاثية، واختبارات حمل وهيموجلوبين. خدمة طيبة وما شاء الله عليهم. القافلة ممتازة ومحترمة وربنا يبارك فيكم ومميزة وتمام التمام الحمد لله.